يعني بيبقى معاه زغاليل فعلا، وفي نفس الوقت بلاقي حصى في المكان زي ما احنا شايفين. دي تاني نتاية او تالت نتاية فعلا زي ما انا قلت بغيرها عشان احاول ان انا اعرف العملية الانتاجية دي كان سببها الذكر ولا النتاية، وفعلا اتأكدت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل محب ومشترك قناة حسين أبو عبده. النهاردة بإذن الله هنتكلم على حاجة مهمة جدا اللي هي خصوبة الذكر أو الترويق بتاع البيض اللي هو بيحصل في الفترة اللي احنا فيها دي اللي هي فترة الإنتاج المفروض اللي احنا فترة الشتاء اللي احنا بنتكلم عليها. طبعا في ناس كتيرة جدا يا جماعة بتبدأ تشتكي اليومين دول من قلة الإنتاج، يا إما لو حمام لو باض بيحصل فيه عدم خصوبة أو ترويق للبيض. بس أهم من أي حاجة قبل ما نبدأ الفيديو لازم تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من محبي الحمام عشان الكل يستفاد من الفيديو. يا جماعة لازم أعرف السبب اللي هو بيخلي الذكر يروق البيض أو إن يبقى فيه بيضة مروقة عندي وفيه بيضة مخصبة، فطبيعي جدا إن احنا نشتغل بالسيلينيوم أو نشتغل بالحاجات اللي هي بتساعد على الخصوبة. بس قبل ما نبدأ إن احنا نعمل كده لازم إن احنا نشوف الحمام بتاعنا. خليك شواف مع الحمام بتاعك، اقعد مع الحمام بتاعك شويه واعرف الاعراض اللي هي بتسبب لعدم خصوبه الذكر. اولها يا جماعه بتبقى طبعا من النتايه اللي انا اتكلمت عليها قبل كده، ممكن تكون سبب من الاسباب في عدم الخصوبه ان النتايه فعلا ممكن ان هي ما تكونش بتكسح كويس للذكر، ودي برضو سبب من الاسباب ان يكون في ريش غزير عند الذكر او عند النتايه، فبنعمل له زي عمليه قص. ونشوف كل ده مع بعض دلوقتي حالا عشان نقدر نحل المشكلة. بس في حاجة تانية برضو حابب اتكلم عليها، في علاجات تانية ان انا قلت لازم ان احنا لو انا بشتغل حتى بالسيلينيوم والطويل لازم ان انا اغير بعد كده لو السيلينيوم ده ما جابش معايا نتيجة ايجابية. يعني مش شرط ان انا لازم اشتغل بالسيلينيوم والطويل زي ما احنا بنقول، ممكن بعد كده الذكر يستقبل معايا العلاج، بعد كده ممكن ما يستقبلش العلاج. فعشان كده احنا دايما نغير العلاجات بتاعتنا عشان طبعا المناعة اللي هو بياخدها من العلاج. هنشوف دلوقتي مع بعض ان شاء الله ذكر من الذكورة عندي مثلا بيروق، ممكن اعمل معاه ايه، ممكن الحلول اللي انا ممكن استخدمها معاه. خليكم معايا كده، هنجيب مثلا الذكر اللي هو معانا ده، طبعا هو قول ده كده يا جماعة الفرد اللي عندنا ده طبعا بيطلع حصوايا وحصوايا تانية او بيضة تانية ما بتخصبش. احنا خلصنا طبعا موضوع القلش والكلام ده، ولكن لازم بقى اعرف الاعراض. بحط عيني على الحمام زي ما احنا قلنا، بقعد اتابع الذكر والنتاية بشوف ايه السبب اللي يخلي الذكر يروق البيض. ممكن تكون النتاية عشان بعض الناس اللي هي بتختار احجام النتاية احجام كبيرة، ممكن تكون النتاية قوية على الذكر ما بتكسحلوش كويس، سبب من الاسباب الرئيسية اللي هي تخلي الذكر فعلا يروق البيض. فطبيعي جدا ان انا اول ما بيحصل معايا كده لازم اغير الذكر من النتايه او النتايه من الذكر عشان يقدر بعد كده يخصب معايا البيض بتاعي زي ما احنا قلنا. يعني مش شرط ان انا لازم اختار الحجم الكبير للاثنين، كده كده يا جماعه لو انا بدور على حجم الزغلول هو بيطلع حسب الذكر وحسب تاكيل الحمام بتاعنا. طيب عشان ما نطولش في الموضوع، انا باجي هنا كده اول حاجه يا جماعه بعملها على الذكر ان انا زي ما احنا شايفين كده بلاقي الريش الغزير ده، وكنا اتكلمنا عليها قبل كده برضو في فيديوهات كتيره جدا، ان انا بقص ما بنتفش الريش، بمعنى ان انا اوسع حوالين الفتحه اللي هي بتاعه المجمع دي عشان الذكر يقدر يخص. يا جماعه زي ما احنا شايفين ده الريش النواعم، بنقصقصه بالطريقه دي كده، وبنفس الحكايه بنعملها مع الذكر النتايه. لما الذكر بيبدا يطلع على النتايه بتكون الحته دي مفيش فيها ريش، فبيقدر ان الذكر يخصب النتايه. بعد كده ان انا اديله السيلينيوم اللي هو الايطالي، او ممكن ان انا اشتغل بيه برضو بطريقه اللي هي الطريقه بتاعت زمان، ان انا اديله 3 حبات فلفل لمده 3 او 4 ايام بالظبط، وان شاء الله الذكر معانا بيبدا يشتغل تاني وبيبدا يخصب. دي طريقه برضو انا كنت عملتها مع الحمام بتاعنا. الريش برضو يا جماعه اللي هو ممكن يعوق عمليه عدم التخصيب، الريش اللي هو بتاع السلاحات ده لو النتايه ساعات نزل ريشها كده تحت فبتعوق برضو العمليه دي. فعشان كده لو احنا بنربي في سلكات ممكن نقص الريش اللي هو بتاع الجناحات، بقصه انا بعمل كده برضو في بعض الاسس عندي. فعشان كده لازم ان انا اتكلم في حاجه مهمه جدا، ان انا لازم اتابع الاسس بتاعتي، لازم اخد بالي من النتايه اللي بتكسح للذكر كويس والذكر اللي هو بيقدر يطلع على النتايه كويس. لو النتايه ما بتكسحش عند الذكر كويس بغير النتايه زي ما احنا قلنا من الذكر، زائد ان انا لازم ان انا لو في عمليه التخصيب برده ما حصلتش اثناء ما انا غيرت النتايه بقص الريش زي ما احنا اتكلمنا كده. اديله السيلينيوم الايطالي اللي انا بتكلم عليه،
او اي سيلينيوم انت بتشتغل بيه وبيجيب معاك نتيجه ايجابيه. السيلينيوم يا جماعه برضو كده كده مفيد للحمام بتاعنا، يا ريت ان احنا برضو باستمرار ان احنا نقدمه لو مره واحده بس كل اسبوعين او كل اسبوع للحمام بتاعنا، مش هيضر الحمام بتاعنا، هو عباره عن مجموعه من الفيتامينات تساعد مع الانتاج معاك ان شاء الله. الحاجه اللي احنا هنتكلم عليها في اخر الفيديو ان شاء الله اللي هو مين اللي بيبقى السبب في العمليه الانتاجيه الذكر ولا النتايه، تعال نشوف الفيديو وناكد الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه امبارح في البث ان شاء الله. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه عندي القص ده كده، الزغاليل اهي العمر ده، كان طبعا الزغاليل دي عمرها طبعا اقل من كده كمان، لان التاريخ اللي هو رمى فيه حصى كان 19/12، يعني الزغاليل دي يا دوب كانت مدبسه. ادي الحصى اهو زي ما احنا شايفين، الذكر هو اللي راقد والنتايه. السؤال بتاعنا كان في البث امبارح عن مين المتسبب في العمليه الانتاجيه الذكر ولا النتايه، كان طبعا الرد كله كان على الذكر، وفي بعض الناس اخطات في الاجابه عن ان هي النتايه. طبعا انا بقول الذكر، وفعلا هي دي الاجابه الصحيحه، لان الذكر هو المتسبب في العمليه الانتاجيه، ودي حاجه انا جربتها. يعني النتايه دي مش بتاعه الذكر ده، لان طبعا دي تاني نتايه او تالت نتايه اغيرها مع الذكر عشان اقدر ان انا اوصل لاثبات للعمليه دي. كان طبعا الذكر ده فعلا على عمر 15 يوم فعلا بيبدا ان هو يكسر، والنتايه اللي معاه بتبدا ان هي تحصي في التوقيت ده، يعني بيبقى معاه زغاليل فعلا، وفي نفس الوقت بلاقي حصى في المكان زي ما احنا شايفين. دي تاني نتايه او تالت نتايه فعلا زي ما انا قلت، عشان اتاكد من العمليه الانتاجيه ان هي كان سببها فعلا الذكر، وبالاثبات ان انا عملت كده عشان اقدر ان انا اتكلم عليها بقلب جامد في الفيديو. وكان السؤال فعلا وكل الناس كانت الاجابه بتاعتها اجابه صحيحه، اللي هي كان سببها الذكر. دي حاجه اللي انا اتكلمت عليها في البث امبارح، والسؤال اللي اتكلمت عليه في البث. ان شاء الله هنعمل البث بتاعنا النهارده على الفيس، على صفحتنا على الفيس اللي هي اسفل القناه، هنعمل البث بالفائز على القص الزغاليل اللي هو بتاع القص ده بتكلم عليه قدامنا ده. ده يمكن ده اسرع قص عندي بيشتغل في الاصوص في العمليه الانتاجيه زي ما انا اتكلمت، لان طبعا اللي الذكر سريع الخصوبه عندي زي ما انا بتكلم كده، الذكر سريع جدا في الخصوبه. وادي الزغاليل بتاعته يمكن العمر اللي احنا شايفينه ده، وفي عمر طبعا بيبقى اقل كمان من كده، وبيبدا الذكر فعلا يشتغل ان شاء الله باذن الله. ده القص اللي انا هديه لك هديه باذن الله، اللي هو القص الزغاليل بدبلت ان شاء الله، بس هنشوف الفائز مع بعض ان شاء الله في البث بتاعنا النهارده. دي حاجه كنت حابب اتكلم عليها. طبعا بعض الناس كانت بتقول ان النتايه هي المتسببه في العمليه الانتاجيه، ولكن ده اثباتا للناس ان الذكر هو السبب في العمليه الانتاجيه او السرعه في العمليه الانتاجيه. وده الدليل على كده ان بعض الناس حتى كمان لما بتوصف الحمامه اللاحم بيقول لك ان هو سريع الخصوبه. دي كانت نهايه حلقتي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.